نعم محمد، يبدو أن القصف يتركز اليوم تحديدا على مناطق في جنوب الخرطوم، ذلك في أحياء الكلاكلة وكذلك حي يثرب. هذه الأحياء تأتي الاشتباكات فيها نتيجة لموقعها الاستراتيجي بالنسبة لقوات الدعم السريع، حيث أن منطقتي الكلاكلة وحي يثرب هما قريبان من اليرموك وكذلك من منطقة سلاح الذخيرة، وبالتالي عادة ما تشهد هذه المنطقة اشتباكات وقصف وتحليق مكثف للطيران. قبل قليل كنا نسمع أصوات المضادات الأرضية وكذلك رشقات من أسلحة خفيفة في جنوب وجنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم. أما مدينة أم درمان فشهدت أيضا اشتباكات بأسلحة خفيفة وقصفا بمدافع ثقيلة، تحديدا في جنوب أم درمان وفي غرب أم درمان، حيث أفاد شهود عيان بسماع إطلاق نار مكثف في هذه المناطق، وهي أيضا مناطق يعمل الجيش السوداني على تمشيطها بصورة كبيرة. هذا التمشيط يمتد من أم درمان إلى مناطق في شمال الخرطوم بحري وتحديدا شمال شرق مدينة الخرطوم بحري، كما أشار أيضا شهود عيان لنا إلى أن أصوات المضادات الأرضية بالنسبة للدعم السريع لا تزال تنطلق في مناطق في شمال الخرطوم بحري التي تشهد عادة اشتباكات في مناطق تمركز قوات الدعم السريع في مناطق الكدر والحلفاية وكذلك منطقة شنبات. منطقة شرق النيل اليوم تبدو هادئة حيث لم نلحظ أو لم نسمع أي اشتباكات أو تحليق للطيران في هذه المنطقة، وإنما كل القصف يتركز في جنوب شرق الخرطوم وكذلك مناطق جنوب أم درمان. تسمعون الآن أصوات إطلاق نار متقطع أيضا في هذه المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع، وبالتالي الجيش يستهدف بعمليات نوعية. هذه العمليات النوعية التي يتحدث عنها الجيش هي تشمل القصف وتشهد كذلك الاشتباك، فضلا عن المداهمة لما يسميها الجيش السوداني أوكار وتجمع هذه القوات التي يقول الجيش إنها تضم دعم لوجستي يتعلق بالوقود وكذلك بعض الأسلحة. القصف أيضا عادة يستمر بالمسيرات، هذا ما تابعناه خلال الليلة الماضية، حيث لا تزال سحب الدخان وأعمدة الدخان تنطلق من محيط قيادة الجيش وكذلك القصر الجمهوري الذي تعرض للقصف بالطيران من قبل الجيش، كما أن قوات الدعم السريع تقوم بقصف تمركزات للجيش السوداني داخل قيادة الجيش من منطقة بري شرقي الخرطوم ومن مناطق أخرى، وبالتالي الطيران لا يزال يحلق في هذه اللحظة. نسمع تعليقه في شرق الخرطوم وفي وسط الخرطوم بحري وحول محيط قيادة الجيش.